الزيارة اللي تكلمت نقرتسن أرقيت سن الرحيم هانت قفل تفوركي التحيات الخصمان لكراهية أرتقوا المحبة قرميدن الروابط وكان الزيارة اللي تكلمت تلاقي سن خليقا واجبة زند إغلي زوربان والدين سترحمن ستتقى واجب فلس نغتقى مستحبة زند من المدير يزوري إم دوكالنس وكان الزيارة الطفل أدب لابد الطفل أدب نس الأدب يسكت من ربي تبارك وتعالى الزيارة هاد اللي سكت من قرسن هو اللي قسنتي زوار هدي يسحضر نيت يفولكين بأن الزيارة هاد استسيرة ودن ربي تبارك وتعالى الأدب يضني أي يختار كاللقت اللي يفولكين لوريقين لقت اللي لمنها عليه شكون نتبع الأوقات ولقين تنهى قيس الزيارة وكان يختار من مكان لقت يفولكين يعلم ولي ردي الزور يعلم الهاتف هناك الوسيلة يغني قرب يسكر استئذان يضرب استئذان على مين تقمي أدوري بيد القدام الباب أي بيد غفاسين على الظلمات أدوري قبيل الباب باش أدور زكا العورة يغني كشم أي سلم كي تقمي يسكوس غير اللي غساس النان سكوس جيس أدوري سمقولة العورة تقمي أدوري تسلى الجماعة اللي استني من اللي سالنا يتجمع هذا اسمه التسلا مش هادو أجلسوا يروي كالعورات ولا كلا الأخبار هادو يتجسس الزيارة أنت تجلسوا لي المخالفات اللي فينها ربي تبارك وتعالى أجلسوا لي اختلاط قد مغارين دير جازن لوريجين المحارم هادو يتصفح ولا يتسلم تمارين لوريجين المحارم نس بكل المسائل اللي يجن منهي عليها وكان يعيكم البلاد من الزيارة يشكر ولي في ولي زون يدعو ياس الدعاء يفولكين وكان الزيارة هذه قسمت الأجزر قوت يفولكين مقرن يود سيدنا أبو هريرة أفلس الله ربي تبارك وتعالى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أني أحبه في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.